ومنذ قليل مشاهدينا الكرام كنا نتحدث عن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وذلك المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وكنا نريد أن نعرف المزيد من التفاصيل عن اليوم الثاني لهذه الحملة من التطعيمات. ينضم إلينا مرة أخرى زميل عوض الغنام ليطلعنا على تفاصيل اليوم الثاني من عملية التطعيم ضد مرض شلل الأطفال. إليك عوض. أجدد لك التحية مرة أخرى زميلتي دعاء. كنا نتحدث عن أن مصر ودعت شلل الأطفال في 2006 وانضمت إلى نادي الدول الخالية من هذا الشلل الذي يعني عانت منه أجيال طوال، ولكن مع ذلك تكون هناك حملات قومية بين سنة وأخرى وشهر وآخر. لماذا حتى لا يستوطن هذا الأمر في مصر مرة أخرى؟ هذه المرة بالإضافة إلى مرات سابقة أيضا شريحة المصريين وغير المصريين، يعني لو هناك غير مصريين جاءوا إلى مصر لزيارة أو سياحة أو مقيمين أيضا لهم الحق الاستفادة من هذه الخدمة. نتحدث عن أكثر من 16 مليون طفل في هذا التوقيت يتم الاستفادة من هذه الخدمة في كل بر مصر، 27 محافظة. هناك فرق طبية ثابتة مثل الوحدات الطبية والمستشفيات تقدم هذه الخدمة على مدار الساعة، وتحديدا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء، بالإضافة إلى وحدات متحركة أو فرق طبية متحركة تجوب في الشوارع والحواري والقرى والنجوع والأسواق والمساجد المساجد والكنائس والنوادي في أماكن متعددة حتى يتلقى المواطن المصري هذه الخدمة أو الأسر تصل إلى هذه الخدمة بكل سيولة وبكل يسر. نحن هنا في المركز الحضري في رود الفرج، هو مركز صحي يعني يقدم خدمات طبية على أفضل المستوى على أعلى مستوى. المستهدف كما تحدث إلينا منذ قليل القائمين على هذا المركز نحو 20,000 طفل و390. بالأمس فقط دعاء تم تقديم هذه الخدمة نحو 9,000 طفل، رقم قياسي للغاية وهو ما يؤكد تجاوب الأسر المصرية مع هذه الحملة المهمة للغاية. التطعيم الذي يعطى الآن في هذه المدة من أمس حتى يوم الأربعاء القادم هو مميز عن باقي التطعيمات الخاصة بشلل الأطفال، لأنه تم استيراده من منظمة الصحة العالمية، وبالتالي هذا التطعيم غير موجود لا في المستشفيات الخاصة ولا لدى الأطباء، وهذا تنويه للأسر عليهم أن يستفيدوا من هذا التوقيت الزمني بأسرع ما يمكن. وعلمنا أيضا بأنه سيكون هناك معاودة لهذا التطعيم مرة أخرى في الشهر القادم. هذه الفكرة وهذه التطعيمات وهذه الرؤية الطبية تأتي في رؤية أعظم دعاء خاصة بالرؤية المصرية الأعمق والأهم على الإطلاق، هي رؤية 2030 الخاصة بالتنمية المستدامة، ومحور الصحة فيها محور فعال للغاية. رعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تكون خالية من كل الأمراض ومن كل الأوبئة عند وصولنا إلى 2030. عودة لك زميلتي دعاء. نعم زميل عوض الغنام جزيل الشكر لك، وبالتأكيد هذه الحملة هي من الحملات الهامة جدا، وبالتأكيد أيضا كما ذكرت هي موجودة ومنتشرة في أماكن مختلفة في كافة المحافظات وكافة المناطق. التيسيرات والتسهيلات للحصول على هذا التطعيم هو بالفعل موجود على أرض الواقع، وربما يعني من كان نزل بالأمس سيجد الحملات بالفعل موجودة في أماكن مختلفة. جزيل الشكر لك.